السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بيان، تكونوا بخير. بعد ما بارتاجيت معكم خوتي الرحله تاعي اللي فاتت لي دامت 4 ساعات ما بين باريس وبروكسل، وعايشتكم مع الاجواء الليليه، كنت شفتوا الفيديو اللي تلاقيت فيه انا وخالد وعادل خوتي، ربي يحفظكم على حسن الضيافه. كيما راكم تشوفوا تعشينا في مطعم تركي، كملنا السهره تاعنا لغاية 6 تاع الصباح. أبريك ضبنا التران توجهنا إلى مدينة بريج اللي تبعد 1.25 ساعة على مدينة بروكسل. رحنا لبريج، وصلنا صباح بكري، احنا الوالا راكم تشوفوا لاغار تاع بريج. أهلا بكم بدون إطالة في مدينة بريج. الحاجه الاولى اخوتي اللي ترو ماركوها هنا كي تجو البريج هي النقا، نقيه بزاف. شوفوا موراها قط ما يسعاش اخوتي، رانا احنا الاولى هنا. حاجه زوج اخوتي اللي رو ماركيتها سي كو لي فيلو حاطينهم برا نورمال، كاش لي توشي بارابور لي فيل الاخرين كيما باري وكيما لي فيل الكبار تاع الاوروب، فيهم شويه تحط الفيلو ما تلقاهاش راك فاهم. اما فيل ما فيهاش خيانه بات صراحه، تقدر مليحه للزياره، ننصحكم تزوروها اخوتي. فيل شابه نقيه مازال ما شفناهاش كاع، دوك تشوفوا معانا لا فامي كي تجو هنا البريج راك تشوفوا المناطق الخلابه. هنا كي تجو البريج تشوفوا هاد الارشيتكتور، هذه معروفه بها بلجيكا وبريج خصيصا اخوتي. شوفوا شباب بزاف بلاصه، كيما شفتوا معانا ميزامي في بروكسل لا غروند بلاس. هنا بريج تاني فيها لا غروند بلاس، لا كاتدرال تاعهم هي لو تشوف لاشيتيكتور تاعهم تاع بريج، هي لا غروند بلاس. عجبتني خوتي القاعدة قدام هذا الديار، هذا الله يبارك روعة ما شاء الله. كان هنا هذوك بكاليش أمينو ما بيش حال يكروهم، باغي نديرو صوالح لي تشارجو شوية تيليفون لاباراي وكاع، إن شاء الله نزيدو نكملو الفيديو تاعنا في هذه المدينة الشابة. سعيد باش قاعد تكمل شابة الله يبارك. هنا ميزامي كلشي إكسيبسيونيل، الكاتدرال تاعهم اكسيبسيونيل، كلشي البنيان تاعهم. مي كاينه حاجه اخوتي، هذا الكاليش قلنا زعما انا وصاحبي قلنا نضربوا دوره، بالك تكون 10 اورو 60 اورو اخوتي، راكم من نيتكم لي انا باغي نخلدو. الله فيريتي اخوتي 60 اورو بريج ضربها ابي انا 60 اورو هذه كاليش من نيتكم. والله العظيم تراجي راني جاي من باري ما قابل 60 اورو كاليش 60 اورو، الله يهديهم والله.
الصباح وحنا نمشو هنا في بريج، مازال ما شفتش لوطو تاع لابوليس ومازال ما شفتش بوليس يا خوتي والله العظيم. كاينه حاجه واحده اخرى، هنا يهضروا غير فلامون، مازال ما شفتش واحد يهضر اون فرونسي هنا في بريج. هنا شويه قريبه لهولندا، جايه شويه في الشمال بريج، يهضروا غير فلامون، ما يهضروش فرنسيه. في بروكسل مخلطه، كاين الماجوريتي يهضروا فرنسيه ولا مينوريتي يهضروا الفلامون، حاجه قليله. دروك جماعه الخير، صرنا واحد انا داخلين من شغل كي تدخل لبلاصه توريستيك تكون بيون ولا تدخل من لونتخي ويديروا لك بلايك باش تدور، يقول لك دور منا دور منا. حنا بديناها بالعوجي، حنا داخلين من صوختي وانا داخلين، الناس كاع فايته هاك وحنا فايتين هاكا، اللي يجي في يقول كاع يقعد يشوف فينا ورانا مكملين فيها. المهم حنا ما عرفناها شيء، حنا شفنا جماعه خارجه دخلنا، هذه حنا شافوا زوج عرب داخلين، غير حنا اللي عرب، الاخرين كاع قور. اي الله يسهل، حنا اللي سمحنا شفنا شكاين داخل، بالك عرس، بالك والله ما على باي شيء له كاع. طهارة. ايوا درنا خطرة. With you I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. I wanna stay with you. With you I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. ايوا باش ضرب دوره في الباطو خوتي، هذاك باطو موش هذاك صغير، يقلك دير لاك يا لاك خوتي. ركبنا في الباطو باغي نقلعو خوتي ضربو. ايوا بسم الله. هناك اكسبليكاسيون سور لو كانال جولي بروج. C'est aussi un nouveau bateau, mais c'est un électrique. Et on a de la chance à ce tour. J'ai que deux langues, donc je donnais beaucoup d'informations. Hello, ladies and gentlemen, welcome on board. My name is Franz, and for the next 30 minutes, I'll give you some more explanation to the canals of our lovely city, Bruges. I'm also driving a new boat, and it's an electric boat. And we are lucky on this tour. I've only two languages, so I can give you a lot of information. Voilà, c'est parti, here we go. Let's have some fun. Et on commence avec le pont plus vieux de la ville, s'appelle le Bruges. It's with a lot of locks on the way, so we stay in Bruges. It's much nicer. Ici en face, on a le tour de l'église de Sainte-Anne. And from the west, we can see the spire of the Sainte-Anne Church. Madonna with child of Michelangelo inside. It's the only statue of Michelangelo outside of Italy. And it's in white marble. And a moment by the trees on the left in the corner, you can have a fantastic view.
صافي فريمون خوتي تجربة تاع الباطو شابة بزاف. اللي يجي هنا بريج ميركش باطو ما دار والو والله، سيتو هاد هاد البيريود هادي كيما يكونش بزاف الحمان، يكونش بزاف البرد، الما مشي طالع بزاف، تما تنجمو تركبو الباطو اليس. هادو كاليش خوتي والله راهم خدامين، والله ما حبسو 60 اورو والله لا خدمو. الله يبارك. امينة تاني جاية من موراه ان شاء الله. لا والله ما دايره، ديتها من عند واحد جزائري كاع 60 اورو. خوتي محل تاع الشوكولا هنا والمطروحة تلقو محل تاع الشوكولا، بريج تاني فيها محل تاع الشوكولا، ماشي بزاف كيما بريكسل، مي فيها هي تاني سبيساليتي تاعهم. اي اخوتي رانا حد الكي هاوينو الكي تاع الترا، رانا قراو الترا يجي ان شاء الله. تكونوا استمتعتوا شويه بهذا الفيديو، تكون عجبتكم لافيل، وان شاء الله ان شاء الله تزوروها من القدام، وكاع اللي ما زارهاش ننصحه يزورها. لافيل لافيل شابه بزاف، وما تندموش الا جيتوا لها ان شاء الله. تهلاو في رواحكم، ديروا لنا اخوتي ابوني كوم دابيتود، كومونتير جام، ميم كومونتير اذا كان نقد ولا معليش ديروه لنا، اذا كانت حاجه شفتوها خاصتنا ولا ديروها لنا نصحونا معليش، نسيو نطوروا من انفسنا ان شاء الله. والى فيديو واحد اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.